من بغداد ينضم إلينا مراسلنا محمد فراس. مرحبا بك محمد، ضعنا في صورة ما جرى هذا اليوم. نعم، كان من المؤمل أن تعقد الجلسة في تمام الساعة 1 بعد الظهر، لكنها في البدء رفعت لعدم اكتمال النصاب القانوني، ومن ثم رفعت لنصف ساعة كما أوضحت هيئة الرئاسة، ومن ثم قرعت الأجراس لأكثر من مرة، وبعدها وصل القرار إلى أروقة مجلس النواب، قرار المحكمة الاتحادية الذي يقضي بإنهاء عضوية السيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. بعدها توجه السيد محمد الحلبوسي إلى قاعة الجلسة وأعلن عن رفع الجلسة يعني للتماشي مع السياقات القانونية الدستورية. النواب بعد هذا القرار وبعد رفع الجلسة لهذه الأسباب بيّنوا أن قرارات المحكمة الاتحادية هي قرارات باتة ويجب يعني لا رجعة فيها، وهي ماضية بهذه القرارات. كذلك أن المجلس إن استأنف جلساته في الفترة القادمة فستكون برئاسة النائب الأول والنائب الثاني، وستكون بالانسيابية الكاملة. كذلك بيّن عدد من النواب بأن المجلس في الفترة القادمة سيتجه نحو اختيار رئيس آخر بدلا من السيد محمد الحلبوسي ليكون هنالك انسيابية في العمل التشريعي والرقابي. النظام الداخلي واضحا في نقاطه وواضحا في ما يدلي به بعد غياب رئيس مجلس النواب في احدى نصوصه يتولى السيد النائب الاول او السيد النائب الثاني تولي عقد الجلسات لحين اختيار رئيس آخر. كان من المؤمل أن تعقد الجلسة اليوم بقوانين مهمة وبمواد مهمة، يعني قراءة أولى كانت لتعديل قانون مفوضية الانتخابات، وكان من المؤمل أن تقرأ قراءة أولى ويمدد عمر المفوضية 6 أشهر لتجرى عملية الانتخابات الانسيابية الكافية. في هذا الصدد تحدث النواب على إمكانية تغيير المفوضين في حال لم تكن هناك جلسات لتعديل القانون، وإن اضطر الأمر فستكون هنالك جلسات أيضا برئاسة أحد النواب للمضي بتعديل القانون وتمديد عمر المفوضين 6 أشهر حتى لا تكون هنالك معرقلات أثناء عملية إجراء عملية انتخابات مجالس المحافظات. شكرا لك على كل هذه التفاصيل، مراسلنا من بغداد محمد فراس.